هل انت تشوف الجيل اللي فات يعني من الفنانين افضل من الجيل تاعكم، ولا انتم افضل منه، ولا انتم عندكم امكانيات باش توصلوا لاكبر حيز من الجماهير في العالم؟ يعني صح العفوية تلعبوا. سؤال محرج بصح. انا جاوب ديما كنت نقول، انا ديما كنت صريح، انا ديما نستعرف باللي قبلنا. كاين ناس بزاف دوك، انا شفت شباب يتهجم على لي زونسيان، شفت انا بور موا. برايك علاش الشباب يتهجم على لي زونسيان؟ ما فهمتش، انا كانت موضه هذه بالك باش يحبوا يبانوا ولا؟ شوف القديم يبقى قديم، المدرسه تبقى مدرسه. دوك انا استاذ ديالي اللي قراني في المزيد تقدريش تتكلم عليه، راك معايا؟ شفناها فعلا في عده بلاتوات في شهر رمضان الكريم، يعني اللي يحب يطلع يعني صحيح كلا شي واحد باش يطلع سي سا يبقى استاذ. هذا هو التيرم، يعني الكلمه اللي يعبروا بها، يقول لك نكلاشيه ويكلاشيني باش يبان. يعني تعرضنا لها في الحصه احنا، وين كاين فنان، وين كاين فنان قال لا ما يلحقش العالميه ملحق تشفى. كلام كلك يا استاذ. عشت تجربه الفن القديم والجديد، يعني هل أسأل سؤال، هل هناك من يخلف الهاشم القروابي؟ كاش. هل هناك من يخلف طاهر فرجاني؟ حسني. حسني بناني وغيرهم من هؤلاء الفنانين، أحمد وهبي المايسترو أحمد وهبي. وردية. وردية. بالضبط سكوت. ما نقدرش نهضر عليهم كاع. يعني الآن. ما قدرش تتكلم. لا ثم الآن أعطيني كانت الساحة تعج بالأسماء الكبيرة قبل، يعني أحمد وهبي، جروابي، طاهر فرجاني، بلاوي الهواري، حتى أستاذ كان طعم للحياة في ليبوك تاعكم. ولكن الآن الأسماء يعني كثرت. ما لازمش نقللوا من أهميتهم. لا 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 مش تقليل. لا 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 والسنين هي مش قضية تتكلم من أهميتهم. احنا نقولوا في الواقع اللي المعاش. قلت لي الأفضل، أنا قلت لك الأفضل، أنا اليوم ما نقتلش الشباب هذه، أنا راني معاهم وراني نعيش في وقتهم. راني نقول لهم نحطوا الماء في رجليهم، ما في رجليهم في الماء، يروحوا يقراوا، يروحوا يتعلموا، طلع النيفو باش تهضر. انا عندي واش حبيت نقول انا.